راح نتكلم عن نقص فيتامين سي. هل إذا فيتامين سي نقص بجسمك هل في علامات تطلع؟ إيه في علامات، وخذ أول علامة. ولكن خلنا نستند على شيء أساسي. فيتامين سي من النوع اللي يذوب بالماء، ما يتخزن بالجسم، فلازم تاكله باستمرارية. نفس حالة حال البي كومبلكس، شلون لما نحن نروح نسوي بي بي نشوف لون البي بي قامج، هذا زايد طلع. إنزين، أول علامة وايد تمرض. ليش؟ إيش علاقة المرض فيتامين سي؟ دائما نشوف أو نشوف برتقالة مع المناعة، لأن البرتقال يا جماعة اللي هو اللي داخله فيتامين سي يزيد عدد الخلايا البيضاء، وإذا زادت صار عندك جيش كبير، فالفيروس ما يطول. واضح واضح. أيضا وايد تتعب، ما عندك نفس. فيتامين سي إيش علاقته بالنفس؟ يزيد الأكسجين بالدم يا جماعة فيتامين سي. وأيضا إذا لفتك بين فترة وفترة تطلع دم، مو 24 ساعة أساس لا دكتور مال الأسنان يقول لا اللفة، لا بين فترة وفترة لما تفرش لفتك تطلع دم، معناته ناقص فيتامين سي. ليش؟ لأنه يقوي الترابط بالأنسجة فيتامين سي. وأيضا إذا عندك لما تاخذ كولاجين سواء كريم أو مثلا شراب ما تشوف النتيجة، دخل فيتامين سي. ليش؟ لأن فيتامين سي يعزز الكولاجين. وأيضا إذا صارت لك كدمة وظلت الكدمة طويلة ما راحت، شنو ندخل؟ فيتامين سي. ليش؟ لأن شنو قلنا؟ يزيد الأكسجين فيوصل هني مكان الكدمة فتختفي الكدمة. زين، أخذ فيتامين سي تابلت ولا من الأكل؟ أخذ من الأكل، عززه عززه. زين ما أبي، أبي تابلت، أخذ تابلت، ولكن أخذ فيتامين سي كومبلكس، يعني في سكوربك أسد، في من التوت، البيري، الأناناس، الفلفل. زين إذا ما حصلت اخذ فيتامين سي سكوربك اسيد، ولكن مو ألف، لان كثرتها يسوي اوكزالات حق الكلتين. سكوربك اسيد بروحه لا تاخذه ألف، اخذه 400 500. واضح؟ واذا حصلت كومبلكس 100%، والافضل ما تاخذ ولا تابلت، اختارهم كذي من الاغذيه. الحين انت طالع او انت طالعه، رحتي مثلا سوق شفتي فواكه، اخذي فواكه.